مسي عليكم مجددا مستمعينا عبر تردداتنا ومتابعينا عبر منصاتنا المرئية في فقرة أونلاين. إذن بشكل أسبوعي إن شاء الله راح نستعرض معاكم مجموعة واسعة من الموضوعات وأيضا الضيوف اللي بيرافقونا خلال هذه اللحظات. أنا وأمجد، وخليني في البداية بالنيابة عنكم أرحب بضيفي الدائم لهذه الفقرة أمجد الراشدي. مساء الخير أمجد. مساء النور يا جماعة، نسأل الله مساكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم، وإن شاء الله تكون اليوم مستمتعين بهذه الحلقة المميزة، وأنا سعيد جدا بأن أكون معكم اليوم في هذه الفقرة أونلاين، وأتمنى من الجميع أنهم يكونوا أونلاين ويتابعونا اليوم بإذن الله تعالى. حياك الله أمجد، ورحب أيضا بضيف فقرتنا وضيف محطتنا الأولى في هذه الفقرة سيف رواحي. مساء الخير أخ سيف. نور وسرور، وشكرا جزيلا لكم على هذه الاستضافة. حياك الله. إذن نخوض على طول في تفاصيل الرحلة وفي الطائرة القبرصية المفقودة. أمجد، إيش تعرف عن هذا الموضوع؟ إيش تفاصيل اللي عندك؟ دائما جمان ما نسمع بفرق جبلية متخصصة تنظم رحلات. هذه الرحلات الهدف منها استكشاف الأماكن السياحية واستكشاف التضاريس، وأيضا البعض يعني اتخذ من هذه أو من المسير الجبلي هواية. ولكن تخيلي معي جمان، ويتخيل معي المشاهدين الكرام أو المستمعين، أن فريق جبلي اتخذ قرار أنه يروح مسير جبلي، وفي النهاية الهدف يوصل لحطام طائرة مفقودة. فإيش قصة هذه الطائرة وإيش قصة هذا الحطام؟ وأتوقع يمكن المستمعين لأول مرة يسمعوا عن هذا الحطام، واليوم بإذن الله راح نخوض في تفاصيل هذا الحطام مع المصور والكاتب الأستاذ سيف الرواحي. حياك الله مجددا أستاذ سيف، خلينا نتعرف على هذه القصة، من وين بدأت؟ حياكم الله، شكرا جزيلا لكم مرة أخرى. الطائرة يعني أرحب لنا من متى ما انتهى الأستاذ أمجد. الطائرة هي طائرة مفقودة تقع في منطقة اسمها الغريز. هذه المنطقة هي مترامية الأطراف، تقع على سلسلة جبال الحجر الغربي، هي ضمن حزمة الأولى من سلاسل جبال الحجر الغربي. كثير ما نسمع عن هذه الطائرة بأمانة، يعني كثير ما نسمع عنها. كانت لي محاولات سابقة أن أوصل إلى هذه الطائرة، لكن للأسف شيء بسبب وعورة وتضاريس الجبال الحجر ما تمكنت الوصول إليها. ولكن الإصرار والعزيمة دائما، يعني شكلنا فريق متكامل على أساس أن نزور هذه الطائرة ونستكشف ما خلف كواليس الطائرة ونشوف هذا الحطام المتناثر في سفوح الجبال. الحمد لله تمكننا، يعني على بعد عزيمة وبعد قرار من وعي من الشباب البلد من بلدة فنجة، قررنا نزور هذه الطائرة. الطائرة هذه مثل ما قلنا تقع في منطقة الغريز. لماذا هي ليش منطقة الغريز؟ هي تقع في منطقة باطن الأرض، لذلك سميت بالغريز. وصلنا يعني بعد مشوار طويل تقريبا. ايوه، بس البداية انت كيف عرفت ان الطائرة هناك مكانها التحديد؟ شوف، هي كان في زيارات سابقة مجموعة من الشباب، وايضا كنا نسمع عنها كثير، وكان في زيارة سابقة لمجموعة وبلغونا على هذا الطريق، وكان لنا مرشد يعني وصل سابق لهذه. عموما هذه الطائرة كانت لها كثير من التجارب الناس، يعني حد منها توصل وحد لها منها ما وصلت لهذا المكان. ولكن الحمد لله رب العالمين، بعد كذا مشقة طويلة وصلنا إلى هذا الطائرة. أكيد عملت لها مونتاج جميل، صورتها بتصوير وثائقي ونزلتها عبر اليوتيوب، وأيضا كثير من الاستفسارات كانت توصل لي عن مكان سقوط هذا الطائرة، لذلك الحمد لله وصلنا إلى هذا المكان. ممتاز ممتاز أستاذ جمان. هو الروايات كثيرة عن الطائرة وسقوطها، ولكن ما اتفقت عليها أغلب المصادر أن في التاريخ 27 من أغسطس في العام 1978 في وقت متأخر من المساء، تفاجأ أهالي ولاية بدبد وأهالي فنجة تحديدا بكتلة من اللهب في سماء الولاية. هذه الكتلة من اللهب كانت متحركة وتفادت أن تسقط في المنازل، وسقطت في منطقة تسمى بالغريز في الجبال، في جبال الحجر الغربي. بعد ذلك حاولوا مجموعة من الأهالي بالإضافة إلى السلطات الوصول إلى هذه المنطقة، ولكن الوصول إليها صعب جدا. حسب ما أعرف أنه المسافة تقريبا 12 كيلومتر أو أكثر أستاذ سيف، إذا ممكن تصحح. أتوقع يعني شوف، هي المسافة تقريبا استغرقنا أكثر من 14 ساعة. تعتمد هي المسافة تقريبا 12 كيلو، يعني المسافة بإمكانك يعني هي تعتمد على هناك كثير من العوامل المساعدة. بحاجة إلى لياقة بدنية عالية، بحاجة إلى يعني تركيز وذهن عالي أيضا. يعني متى ما كان هناك سرعة في المشي في الجري، أيضا على علم بالطريق،
راح تقلص عدد الساعات. نحن 18 ساعة تقريبا كنا الأول مرة نوصل هذا المكان، وأيضا بما أن وكان معنا أيضا يعني شخص مرشد لهذا المكان، ولكن تعرف نحن هذه يعني ما كان بديك اللياقة الكبيرة بإمكان أن نوصل هذا المكان، ولكن سبحان الله وصلنا 12 كيلو تقريبا يعني كذا. هي مثل ما قلنا تقع منطقة الغريز، هي مترامية الأطراف بين ولاية بدبد وبين ولاية نخل، يعني بوه بإمكان توصل إليها منطقة قرية بوه. هذه بوه هي قريبة جدا من حطام الطائرة، وأيضا بإمكان توصل إليها من منطقة حميم، وأيضا من فنجة المنطقة اللي وصلنا إليها. لكن تضاريس طبيعة الوصول إليها يعني تختلف من وإلى. قرية بوه كثير من الشباب وصلوا لها، ولكن بحاجة إلى مشقة يعني أضعاف من الجهد اللي وصلنا لها، لأنها هي في بداية راح تواجهك أعلى صعود للجبل، يعني بحاجة إلى تقريبا ساعتين وأنت طلع على جبل مستقيم، يعني ما أي حد يوصلها، يعني أنا يمكن ما أقدر أوصل لهذا المكان. ولكن أول ما توصل إلى أعلى قمة الجبل من قرية بوه يعني بحاجة إلى ساعة أو ساعتين تقريبا بتوصل إلى حطام الطائرة. طريق مختصرة جدا، ولكن لذلك نحن نجيها من طريق أخرى من فنجة، وهي كانت الأسهل بالنسبة لنا، لكن تستغرق كثير من الوقت، ولكن نوعا ما تكون أسهل كثير يعني. نعم، ولكنها استغرقت وقت طويل، ولازم يعني هي طبعا مشي جبلي. مشي جبلي طبعا. ولازم تكون متأهب ومستعد لأي طارئ ولأي شيء ممكن يحصل معك فجأة. كيف كان التخطيط لهذه الرحلة؟ إيش المعدات اللي أخذتها معك؟ الفريق منهم الأشخاص اللي رافقوك في هذه الرحلة، والتخطيط للقيام بهذه الرحلة كم أخذ منك؟ كم استغرق منك؟ شوف يا أستاذ جمال، نحن ما فريق مختص للهايكينج أو للجري. أيوة يعني اللي راح معك الجروب. لذلك كانت هي طريقة بدائية دوعا. كان الهم شاغل لي إني أشيل كاميراتي معي أساس إني أوثق الحدث. تعرف هي كثير من العوامل يعني بحاجة. أولا يعني كمية مياه شرب كبيرة جدا. الوصول إلى هذه ليست طريق مختصر، أي ليست طريق مستقيمة، يعني كثير من المحطات وكثير من المطبات والمنحدرات وغيرها أيضا يعني. لكن أول كان الأهم الشاغل أنا أيضا هي الكاميرات، من يحمل معي الكاميرات، لأن كانت معدات كثيرة أن وثقتها بكثير من الزوايا وكثير من الكاميرات العدسات، وعندي مجموعة كثير من التفاصيل الفنية، وكمية المياه لازم تكون حاضرة، وأيضا الأكل يكون أيضا حاضر، وكثير من مفردات الطبيعة أثناء يعني عبورنا من الجبال. هنا كثير من نباتات الزعتر يعني حطيناها جزء من حياة يومنا في ذلك اليوم. يعني نبات الزعتر منتشر بكثرة في هذه المنطقة، بأنها هي منطقة مرتبطة على جبال جبل الأخضر، سلسلة جبال الأخضر. نحن على ارتفاع أكثر من 1000 متر من سطح البحر، لذلك كانت هي بالرغم أن كانت نحن في فصل الشتاء، ولكن كانت هناك أجواء باردة جدا، يعني تصل درجة الحرارة أحيانا إلى 8. نحن على امتداد سلسلة جبال الحجر أيضا على جبل الأخضر، يعني كثير من مفردات الطبيعة حصلناها. عشان ما أريد أبعد عن سؤالك، كانت شو اسمه المعدات معنا، كانت معدات يعني بداية، ليس الفريق مختص، ولكن أيضا كان يهمنا الفريق أو الشخص المرشد من يوصلنا إلى الطريق مباشرة. يعني أنت في كل الأحوال إذا 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 غلطت على متر واحد، لفيت متر واحد أو مترين، قد يعني راح تدخل في متاهة. يمكن طبعا في متاهات كثيرة هنا، تتكلم عن جبال الحجر، يعني أنت بس مجرد ما تصعد إلى قمة جبل معين بحاجة إلى ساعة وتنزل الساعة، يعني أنت راح تستهلك كثير من الوقت، وأيضا قد يكون هنا طاقة وأيضا جهد. لذلك كان وصولنا إلى الهم أيضا كان أنه يكون معنا مرشد يوصلنا الطريق مباشرة. المرشد كيف عرف المكان؟ المرشد هي المرشد من سكان الولاية. سكان الولاية أيضا، وأيضا نحن كما يقول هذه متوارثين عليه. أهل مكة أدرى بشعابها. أهل مكة أدرى بشعابها، هم متوارثين عليه من زمان. يعني أنت تتكلم من 78 1978 43 سنة تقريبا 43 سنة. لذلك كان هم كثير من الأخوة زار لهذا المكان أيضا، وكثير من القصص توصلنا. يعني نعم أنا زرت هذا المكان، أنا لم أتمكن وصولي لهذا المكان، أنا وصلت وعلي صورة قديمة لهذا المكان، في ترجع للتسعينات، ترجع للثمانينات، حتى يعني نوصل للمشاهد يعني قصة هذه الطائرة. هي عبارة عن هي طائرة قبرصية تجارية
على حسب التفاصيل اللي لنا. واحد من الأخوة شوف جزاه الله خير وأحمل الفنيين المختصين معنا يعني، وأول ما وصل إلى مكان حطام الطائرة راح للسيريال نمبر رقم التسلسلي للطائرة وخذ هذا الرقم يعني، وهو على علم تماما يعني، يدخل المواقع العالمية أول ما دخل هذا الرقم طلع لي كل المعلومات، من ضمن المعلومات هي المكان موقع سقوط الطائرة ذكر يعني في جبال غرب فنجا، وايضا ذكروا في جبال حميم، وهذه بعض التفاصيل ذكرت يعني في 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 المعلومات في الموقع العالمي هذا. وعدد الاشخاص كانوا 4 وتوفى جميعا، وايضا تم دفنهم في نفس الموقع منطقه الدارين، هي منطقه اثريه موجود فيها بيوت قديمه قريبه من مكان حطام الطائره. كانت هي على اقلاع من مطار مسقط، مطار السيب او المطار السيب السابق على حسب التفاصيل المذكوره فيها، ولكن بسبب خلل فني كان هي متجهه على طريق خط قبرص، ولكن كذا زاحت الى منطقه فنجة بسبب الظروف وبسبب الخلل الفني وسقطت. كانت مثل ما ذكر الاستاذ انقل قبل على اساس انه لولا لطف الله سبحانه وتعالى سقطت يعني قريب من المنطقه، لكن الحمد لله بلطف الله سبحانه وتعالى سقطت خلف الجبال مباشره يعني. هي يعني خلف الجبال مباشره ليس بعيد، ولكن تتكلم عن تضاريس جغرافية يعني صعبة جدا يعني بإمكانك الوصول إليها. حسب قراءتي للمشهد وللتقارير اللي ذكرت، التقارير العالمية في مختلف المواقع، أعتقد أن الطيار اجتهد لكي يتجنب أن تسقط الطائرة في المنازل، وربما اختار منطقة جغرافية بعيدة عن المنازل، تضاريس صعبة، وربما هو ضحى بحياته وبحياة الطاقم لكي لا تصطدم هذه الطائرة بالمنازل. سؤال يجي في محور حديثنا، ماذا عن حطام الطائرة؟ هل وصلتم لحطام الطائرة؟ هل كان حقيقي واضح أن هذه طائرة شحن؟ هل لا زال الحطام من 43 سنة واضح أن لطائرة شحن قبرصية؟ هل في أي تفاصيل مذكورة؟ على حسب نرجع للمواقع العالمية ثبتت على أن هي طائرة قبرصية، وأيضا شو سبحان الله يعني على مدار 43 عام ولا زالت يعني الأصباغ للطائرة يعني حاضرة وبقوة أيضا يعني، ورغم التضاريس ورغم الرطوبة ورغم التفاصيل الطبيعية والمناخية، ولكن لا زالت محتفظة بالأصباغ، أصباغ الطائرة أيضا العلم القبرصي كان حاضر أيضا يعني الألوان الموجودة فيها، كان كل الدلائل تشير على أن نعم هي طائرة قبرصية. هي أصبحت مزار يعني أتوقع أنه يعني ما نريد إحنا يعني هي وصول إلى هذا المكان بحاجة إلى فرق مختصة وفرق محترفة جدا طبعا. اليوم نحن نتكلم عن سياحة الهايكينج أو سياحة القري أو المشي الجبلي، يعني هناك كثير من المشي الجبلي، هناك كثير من الفرق اليوم تتوجه إلى هذه السياحة، وأيضا يعني كثير من، لكن يعني ما نريد حتى نحن نريد ما نريد نوضح حاجة يعني الوصول إلى في بعض الأماكن يعني خلينا نقدر نقول ما كل حد يوصل إلى هذا المكان بسبب التضاريس الجغرافية الصعبة جدا يعني، قد تتخلل عن كثير من الظروف أثناء يعني الصعود إلى وصولك إلى الطائرة أو رجوعك. يعني إحنا طالعين الساعة 4 الفجر تقريبا، وصلنا على أذان صلاة العشاء في نصف المنطقة، مشوار طويل جدا إذا يعني غرب عليك وأنت في وسط الظلام هناك من الصعب تماما يعني الرجوع، لأن تضطر أنك تكوني موجودة في هذا المكان إلى يوم الآخر يعني صباح يوم الآخر. لذلك ما ننصح كل حد أن يوصل لهذا المكان، ولكن أيضا يعني من الشباب المحترفين بحاجة إلى طاقة بدنية عالية جدا، بحاجة إلى ذهن عالي جدا، تركيز عالي، بحاجة إلى مرشد حتى يستغل كل دقيقة. أنا هذا اللي أريد أوصل، أن يستغل كل دقيقة لأنك أنت وقتك محسوب تماما طبعا. وأيضا الوصول إلى هذا المكان ليست في كل الفصول، في فصل الشتاء أجواء تكون باردة، درجات حرارة مساعدة تماما في هذا المكان، يعني راح حتى ما تستهلك كثير من المياه، ما تستهلك كثير من، لذلك تكون الأجواء مساعدة. هذا اللي نريد احنا نوصله للمستمع الكريم. ممتاز. طيب وصف لنا سيف أول ما وصلتوا للمكان كيف كان يبدو؟ والله المكان كيف كانت الطائرة، كيف كان الوضع العام؟ الوضع حالة من حال أي جبل يعني، هو متناثر على سفوح الجبال، سفوح الجبل هي متناثرة القطع يعني، تخيل أنت مكينة الطائرة موجودة هنا، قطع جزء من الطائرة الجناح موجود في جانب آخر. بس احنا نتكلم عن فترة زمنية طويلة، ما الهواء ما حركها، ما في شيء يعني، هي قد تكون يعني يعني هي تعرف الطائرة يعني وزن المكائن أو الجناح هي ثقيلة جدا يعني، من الصعب تماما أن تتحرك عن طريق الهواء. أنا أتخيل هذا المكان في يوم من الأيام يعني بنظرتي الشخصية
وكثير متوجه الحين اللي يصير، حتى أنا أتخيل أن هذا المكان يكون موقع سياحي يستقطب كثير من الحركات أو كثير من الفرق الخارجية حتى من تزور هذا المكان. أتخيل هذا المكان يكون له سفاري ورحلات سياحية بين فترة أخرى. أنا ما أريد أقارن بينه إلى آخره إذا كان في دولة أخرى، لا لا، نحن نقدر نوصل هذه المرحلة، وفي توجه كبير خاصة في هذه الحركة أو في هذه المسمو إحنا متجهين إلى سياحة الهايكيك أو سياحة المشي الجبلي. أتوقع في فترة من الفترات ممكن بيصير، ليش ما يصير مزار سياحي؟ ليش ما يعني مسار مزار سياحي للفئة معينة مثل ما ذكرناها سابقا، في الفئة ذات اللياقة البدنية العالية، ما يمنع، لماذا لا تكون هذه يعني مزار، لماذا لا تكون كذا؟ يعني أتوقع أن في الفترة القادمة يعني إذا هناك كثير من يعني أنا بمانع، أول ما زرت وثقت هذا الحدث، منتج هذا الحدث، نشرت هذا الحدث، كثير من أيضا من الفرق المختصة أو أيضا حتى الشركات السياحية تريد تأخذ يعني مجموعة من أيضا مجموعة من الرياضيين أو مجموعة من هواة المشي المحترفين أن يزور هذا المكان، يعني لما لا قادرين، يعني شركة تواصلت معي أيضا تريد منها مرشد من البلد معانا أن يعني يكون مرشد لهم يوصلهم بمبلغ، قد تكون لماذا لا تكون حتى تكون مبلغ رمزي معين يعني، يعني يفرغ لهذا العمل، لأنك أثناء وصولك للطائرة مش للطائرة فحسب، هناك كثير من المفردات الطبيعية الجميلة أيضا. أنا أتكلم عن أشجار الزيتون موجودة في هذا المكان، أشجار زيتون برية مثمرة، أتكلم عن نباتات الزعتر ذات قيمة اقتصادية عالية جدا، أنت اليوم اللي تأخذ كيسة بسيطة بريال واحد، ورائحة عطرة ورائحة عطرة جدا كانت تملأ المسار، والله تفوح يعني. تخيل في هذا المكان أجواء باردة جدا، أجواء شتوية باردة، رائحة الزعتر تملأ المكان تفوح من الجبال يا أخي. شوف هذه بحيدها يعني تفاصيل جميلة، وأيضا هي تشجعك عن تستمر للمسار، يعني مكان معطر تماما، يعني مكان معطر، مكان جميل، ورائحة الزعتر يعني استغلينا، عملنا شاي، استغلينا حطينا مع الفطورنا، كان من ضمن الأشياء هنا، جمعنا كميات كبيرة أيضا، جمعناها كل حد يعني يتصل أو يتواصل معنا نريد كمية وكذا، لأن تعرف الزعتر وأيضا من هذه الجبال يعني ما بعيدة منا يعني، لذلك هي أجواء باردة مساعدة في إنتاج كميات وفيرة من نباتات الزعتر، فضلا عن أشجار الزيتون مثل ما ذكرنا سابقا. أشجار الزيتون تخيلي من أشجار الزيتون عمرها تقريبا أكثر من 10 أو 12 سنة، وأيضا في نفس الفترة نحن وجودنا فيها كانت مثمرة، يعني تخيل المثمرة هي مثل ما قلنا هي على 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 ربط مباشر من جبال الجبل الأخضر، فجوها بالتالي نفس جو الجبل الأخضر، نفس يعني الثمار والفواكه. تتكلم عن كيلو أو 1000 متر من سطح البحر، لذلك درجة حرارة معتدلة يعني باردة جدا، يعني باردة مش باردة جدا مقارنة بأجواء الجبل الأخضر، ولكن باردة وهي مساعدة ومهيئة ل يعني للأشجار أو نباتات الزعتر والزيتون. وأيضا كانت هناك مبادرة هي تجربة ومبادرة قام بها مهندس زراعي، وهنا السؤال لماذا رافق مهندس زراعي في هذه الرحلة، وهذه الرحلة هي رحلة مشي جبلي وتستهدف فيها حطام طائرة، ما قصة هذا المهندس الزراعي وما قصة شجرة الزيتون اللي حملها المهندس الزراعي من منطقة الانطلاق من فنجة وصعد فيها مسافة 1000 متر في الجبال، ايش قصة هذه الشجرة؟ انا استغل الفرصة ويعني اوصل شكر وتقدير للمهندس سليمان العامري. مهندس سليمان هو مهندس زراعي وله خبرة كثيرة في الزراعة، واستغلينا الفرصة على أساس أني جلست معه، قلنا له باشا مهندس يعني من الضرورة أنك تصطحبنا بهذا الرحلة، وتعرف ما كنا جاهزين حتى كلياقة بدنية، أنا ما كنت جاهز وأيضا وهو كان جاهز وكلنا ما كنا جاهزين إلا كان المرشد، لأنه هو تعود على الذهاب لكثير من المرات ومتقارب هترات متقاربة يروح ويرجع، لكن اقنعته بطريقه اخرى، اقتنعنا على اساس ان نروح لهالمكان، اصطحبنا مع اشجار شتلات من نبات من اشجار الزيتون، وهو كونه مهندس وهو يعني شتلات من الزيتون، قال احنا فرصه نستغل هذه الفرصه ونشوف يعني ما مدى يعني تاقلم هذه الاشجار في هذه الجبال. رحنا وشلينا شتلات من الزيتون وزرعناها،
سبحان الله نحن نزرع هذه النبات، يعني تعرفين قد تكون يعني لسوء حظنا، يعني صارت في هذه الفترة بالتحديد شح أمطار للأسف، يعني ما كانت هي مساعدة لنا يعني في الوقت اللي قمتوا فيه بالرحلة. قمنا فيها الرحلة كان في شح أمطار، لكن نسأل الله تعالى أن يعني كذا أنها يكرمنا كل الأمطار وتحول على هذه الأشجار. إحنا زرعنا كمية أشجار، أيضا الزيتون بعد ما زرعنا أشجار الزيتون على تقريبا على قرابة يعني 50 متر تقريبا أو أقل، حصلنا تفاجأنا بهذه شجرة الزيتون العملاقة وهي مثمرة في نفس الوقت، يعني شوف، لكن تأكدنا تماما على أن هذه الأجواء مساعدة في 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 زراعة أشجار أو في تأقلمها مع هذه الأجواء. نوع معين من الأشجار هذا ربما لا ينمو إلا في البلدان اللي درجة الحرارة فيها معتدلة. طبعا يعني في الجبل الأخضر يعني من المحاصيل التي دائما يعني تنتج سنويا هي أشجار الزيتون البرية، لذلك أنها لها قيمة اقتصادية جيدة يعني. لكن السؤال يعني أخ سيف، أنتوا رايحين مكان في زيتون، ليش خذيتوا معكم شتلات؟ ما كنا نعرف. يعني بعدكم ما كنتم مكتشفين ان هناك المكان مليان. أيوة، انا خبرتك على قرابه يعني على بعد، يعني بعد ما انتهينا من زراعه الشجر الزيتون على على بعد يمكن 50 متر، سبحان الله يعني حصلناها امامنا والله. كثير من الناس مرت منها ما كانت تعرف ان هذيك اشجار شجر زيتون. لكن الجيد ان المهندس سليمان العامري وهو رجل مختص في هذا، انا بامانه اخطات عنها يعني ما انتبهت لها، ولكن مهندس سليمان بحكم انه له يعني علاقه وطيده مع النباتات والاشجار عرفت، قال نعم لاحظ ان هذا شجر زيتون. واثناء يعني بعد ما تقربنا منها نعم كانت مثمره، فيها اشجار زيتون مثمره وثمارها واضحه وموجوده يعني. تركناها مثل ما هي، وهي نبتت يعني هي يعني سبحان الله يعني نمت على 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 شرقه من يعني وسط بين 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 جبلين يعني ممر مائي، ممر مائي او احنا نسميها الشرقه بين قوسين العاميه ممر مائي، ونبتت على هذه سبحان الله. هنا كانت هي ايضا هذه المكان اللي وجدناه كان مكان مساعد في نمو مثل هكذا اشجار يعني. نعم، لكن انتم رايحين رحله سريعه، ليش بتريدون انكم تزرعوا زيتون هناك؟ ايش الفكره؟ ما بترجعوا يعني مثلا في المستقبل؟ نرجع اللي بالا يعني، هي ايضا يعني اتوقع نشاط بدني جيد يعني. أيوة. انت يعني هذه الزياره اللي زرناها وهذيك الرحله اللي زرناها تغطين اسبوع رياضي كامل يعني، يعني اختصرنا الطريق يعني. اذا انت اذا كنت متعوده انك او من متعود اني اعمل الرياضه بشكل يومي على 30 دقيقه في اليوم، لا نحن اختصرناها حطيناها لاسبوعين خليناها في يوم واحده رياضه. والجميل ان انت حاط في بالك يعني عندك بعد نظر للزيارات القادمه وللمرات القادمه. نحن وكلنا كثير من الشباب يعني من يزور هذه المنطقه، فهي دائما نقول لهم امانه للجميع يعني من يزور يشيل معاه على الاقل كذا يعني يشيل عبوه ماء على اساس انه يسقيها. بس لكن بعدين اكتشفنا على اساس انه في اتوقع انه في يعني الفتره زاروها كثير من الشباب ايضا وجدوها انها يعني بخير الحمد لله. كان تقاوم التضاريس، تقاوم الحراره وكذا، ولكن كل واحد قلنا لهم اي واحد يزور هذاك المكان يعني كذا يعتبرها صدقه يعني. أيوة. الجميل والرائع ان مجموعه كبيره قبل ما يبدا الاستاذ سيف رحلته هو والشباب اللي حوله الى هذه الطائره، مجموعه كبيره من الناس زارت هذه الطائره، ولكن اتوقع ان اول من قام بتوثيقها هو هذا الطاقم وهذا الفريق بفيلم وثائقي. هذا الفيلم اطلقوه على اليوتيوب. انا شاهدت الفيلم وشفت مجموعه من اللقطات والمواقف الجميله اللي صارت للفريق، وخصوصا لكم استاذ سيف، وانا اتوقع انه كان عددكم 7 أو 8 اللي بدأوا من نقطه الانطلاق، ولكن من وصل الى الطائره 4 أو 3 أشخاص، والبعض ربما انهكت يعني او خارت قواه في منتصف الطريق بسبب التضاريس الصعبة جدا، وربما أنت وثقت مجموعة من هذه التضاريس والمنحدرات العالية التي ترتفع مئات الأمتار. تقريبا كان عددنا 8 أتوقع، يعني هو عددنا 7 تقريبا. شوف هي المنطقة يعني بإمكانك أن تشاهد الطائرة، يعني هي تقع بين جبلين. ليش منطقة الغريز؟ هي تقع في أسفل الجبل الآخر. نحن أول ما وصلنا 7 الأشخاص الزملاء اللي كانوا معي شفناها، يعني بإمكانك مشاهدة بالعين المجردة يعني أن هذه الطائرة موجودة، ولكن الوصول إليها بحاجة إلى ساعتين يا الله بسبب الهوية الكبيرة والمنحدر القوي الخطير أيضا،
وأيضا يعني تستهلك ساعة صعودك للمنطقة الأخرى ونص ساعة وهكذا يعني. لذلك بعض الشباب اعتذروا ولما قال خلاص احنا شفناها طائرة أمامنا يعني بس هذا يسدنا لا لكن أنا كان لازم أزورها ولازم يعني أوثق وأتكلم أمامها يعني جنب الطائرة. وأيضا كان من الجميل أن معي شخص شاهد هذا الحطام اسمه الأخ العزيز سيف الرحبي، هو كان في عمر 10 سنوات في ذاك الوقت، في ذاك الزمان شاهد هذا الطائرة وأيضا تحدث أمام هذا الطائرة. نعم أنا قبل كنت عمره 10 سنوات شاهدت حطام هذا الطائرة عبارة عن كرة مثل ما ذكرت صدام قيدي، كرة لها ملتهبة كانت تسقط ولولا الله سبحانه سقطت في الجانب الآخر. وشاهدت تفاصيل الحياة الدقيقة لأن هذه الفترات كانت أيضا أجواء يعني المكان يعم الهدوء ليس بعدد السكان كثير. وزين منه أنه يعني يتذكر هذا بحد ذاته يعتبر التاريخ لازم يتم تدوينه، نتكلم عن 78 يعني فترة زمنية طويلة. طبعا هذه الرحلة موثقة في اليوتيوب موجودة في صفحتك، احنا عندنا مقطع بسيط خلينا للمشاهد الكريم نشوف ونسمع هذا المقطع. اي خطوه غلطه بسيطه. السلام عليكم. الحين راح نبدا اول عمليه زراعه لشجره الزيتون. من انطلق من فنجان وبالتحديد من منطقه الجانب الغربي لنشق طريقنا الى الغريب. هنا البدايه. بسم الله الرحمن الرحيم، ننطلق رحلتنا اليوم الى منطقة الغريز مكان سقوط الطائرة. هذه هي الرحلة الثانية. ما ينقي من هذه الجبال. أي هفوة غلطة بسيطة. السلام عليكم. الحين راح نبدأ أول عملية زراعة لشجرة الزيتون. لننطلق من فنجان وبالتحديد من منطقة الجانب الغربي لنشق طريقنا إلى الغريز. هنا البداية. بسم الله الرحمن الرحيم، ننطلق رحلتنا اليوم إلى منطقة الغريز مكان سقوط الطائرة. هذه هي الرحلة الثانية. ما ينقي من هذه الجبال. هذا مقطع بسيط وتحفيزي عشان اللي تابعنا يكمل يشوف الفيلم، وتفاصيله موجودة في اليوتيوب وتفاصيل أيضا في حسابك في تويتر. أستاذ سيف، أنتم دائما عودتونا على زيارة مجموعة مختلفة من الأماكن السياحية، ودائما شاهدنا أنكم تستهدفوا أماكن سياحية. هذه الأماكن السياحية لم يتم تسليط الضوء عليها بشكل كبير، القادم ما هو القادم بالنسبة لكم؟ والله دائما القادم كثير، القادم يعني بعد كثير من يعني التفاصيل اللي قمناها يعني أتوقع أن شوف نحن دائما نقول المشاركة المجتمعية إلى المؤسسات المختصة والمعنية بالسياحة. نعم، المشاركة المجتمعية مهمة جدا. نحن هذا بدورنا يعني نقوم ب يعني إصدار مجموعة من المؤلفات، صدرت مجموعة من المؤلفات السابقة والقادم كبير جدا. يعني عندي مشوار وحين وطني وعمل وطني كتاب عن محافظة مثلا، بعد مشوار كتاب محافظة الوسطى، كان النجاحات كبيرة في كتاب الوسطى. ويعني هذا الكتاب حتى خلينا نسلط الضوء عليه بشكل مختصر، فهو يختصر لك المسافات، اي معلومه تريديها عن المحافظه الوسطى موجوده في هذا الكتاب. فريق يعني من معي فريق علمي متكامل وثقنا هذه المحافظه بكل تفاصيلها. تعرف ان عن اليوم نتكلم عن ولايه الدقم، اليوم هي واجهه البلد الاقتصاديه في المرحله القريبه القادمه، لذلك من الجيد ان وثقناها. وايضا يعني طبعا اكثر من الاف النسخ واتوقع انها يعني نفذت. كتاب القادم هو ايضا نكمل المسير ما انجزنا في كتاب محافظه الوسطى، توجهنا معي ومن معي الفريق العلمي الموجود في هذا الكتاب. محطتنا القادمه راح تكون باذن الله تعالى في محافظه مسندب. بإذن الله تعالى نتمنى لكم كل التوفيق في هذه الرحلات اللي تقوموا فيها، وأهم شيء التصوير والتوثيق عشان توصلنا الصورة كاملة والمشهد كامل. جزاكم الله خير، وإن شاء الله تعالى نحن مستمرين وبإذن الله راح ننقل الصورة الجميلة الرائعة للمطلع على الكتاب أو المطلع على الصورة أو غيره. لذلك أتوقع أنه إن شاء الله مستمرين
ونظهر عمان دائما هي عمان جميلة ونظهرها في أحلى صورة. يعني في مجموعة من الملاحظات قبل ما ننهي حديثنا جمال، ومن هذه الملاحظات المهمة أن هذه الأماكن السياحية وفي هذه التضاريس الصعبة جدا تحتاج إلى أشخاص متمرسين وإلى فرق مختصة. نحن اليوم أثناء حديثنا عن هذه الطائرة وعن هذا الموقع السياحي، نحن ما نشجع أبدا أي فريق أو أي أشخاص يعتبروا نفسهم من الهواة أن يتجهوا لمثل هذه الأماكن، لأنها صعبة جدا تحتاج إلى أشخاص لهم خبرة وحافظين وفاهمين تضاريس المنطقة. وأيضا نحن في فترة صيف درجات الحرارة عالية جدا، فمثل هذه الفترات يعني أبدا لا ننصح أن يتجه شخص إلى مثل هذه الأماكن، وربما في الشتاء وتحت إشراف فرق مختصة. وأنا أتمنى من أي شخص حاب أن يتجه إلى هذه الطائرة أنه قبل يستشير أهل المكان وأنه يطلع على تجربة الأستاذ سيف والفريق اللي كان معه من خلال الفيلم الوثائقي أو من خلال سلسلة من التغريدات اللي كتبها الأستاذ سيف. شكرا لك أستاذ سيف، وتحياتنا للفريق اللي كان معك في هذه الرحلة واللي نقلته من خلالها تجربة رائعة وجميلة موجودة في اليوتيوب، ونتمنى لك التوفيق إن شاء الله في إصداراتك القادمة، وشكرا على تواجدك معنا في الاستوديو. شكرا جزيلا لكم على هذا التسليط واجبنا. شكرا لك، حياك. شكرا أمجد مشاركتنا في فقرة أونلاين، وختام الفقرة معك. يعطيكم العافية وشكرا لكم أستاذ جمال، وأنا أقول لكم خلكم أونلاين وبإذن الله الأسبوع القادم مع حلقة مثرية وضيف جديد بإذن الله سبحانه وتعالى.